فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشترى رجل سيارة وبعد أيام تبين أن هذه السيارة فيها عطل في المكينة وتحتاج إلى زيت دائما، يقول: هل هذا يدخل في خيار التدليس؟ اي نعم، يدخل في خيار العيب، يدخل في خيار العيب، إلا إذا كان شرط عليه إن فيها كذا وكذا ورضي فليس له خيار. نعم.